أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة مصورة تبث عبر وكالة ترامب الإخبارية ومجموعة الشاهد الإعلامية. يسعدني أن يكون معي اليوم معالي منى نجم. معاليكي، أهلا بك في رام وفي الشاهد. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير على استضافتي، شكرا جدا. معاليكي، اسمح لي أن نتحدث عن البدايات. تفضل. هل الطريق كانت سهلة وميسرة أم كانت صعبة وشاقة؟ طفولتي كانت ميسرة لسبب واحد، أنه أنا ولدت في الكويت. والدي كان مدير أكبر شركة كونستراكشن في الكويت في ذلك الحين، فلسطينية بتعرف، بنوا الكويت. فإحنا عشنا حياة مدللة جدا وما كان عندنا أي شيء ممنوع. بعديها جلالة الملك رحمة الله عليه الملك حسين طلب من الوالد أنه يرجع على عمان ويكون وزير الأشغال العامة، فاضطرينا كلنا أنه نحمل عتالنا ونرجع. أنا كنت في مدرسة خاصة، فكنت دائما أنا متفوقة. أنا من عمري 4 سنين دخلت أول ابتدائي، فكنت دائما الأولى على مدرستي، فما أتغلب فيما يتعلق في الدراسة. الآن منيجي لمرحلة ما بعد التخرج وما بعد أنه أنا حصلت على شهادتي البكالوريوس من القاهرة، جامعة القاهرة في مصر، وهي نفس الجامعة اللي تعلم فيها الوالد. صحيح. الآن إجوا الخطاب، وأمي بالنسبة إلها أنه أنا خلص عمري 16 سنة لازم أتزوج. أنا لا، ما بدي أكمل ماجستير. فأصريت أني ما أتزوج حتى أروح أكمل ماجستير على أمريكا. فصدف أنه صدفت الصدفتين مع بعض، تعرفت على زوجي الله يرحمه، ونفس الوقت إجاني قبول في جامعات أمريكية، فذهبت. ومنذ ذلك الحين يعني كنت ساكنة في أمريكا، ودخلت شغل كامل، وبالليل أدرس للماجستير، وزوجي كان مشجع جدا لهذا الكلام. كنت مسؤولة عن 1 بليون دولار في شركة موتورولا، هل ذلك كان يسبب ضغطا على معاليكي؟ أكيد، كنت أشتغل 11 ساعة باليوم، كان هذا مسؤولية كبيرة جدا. بعدين احنا بنعرف موتورولا مش زي اي شركة تانية، 1 بليون دولار بدك تحسب كل فلس فيه وين بيروح. فانا كنت مسؤولة عن مجموعة من الفرق، اللي كل فريق مسؤول عن كلاينت لموتورولا، وبده يحدد ليش انا بدي اصرف له 5 دنانير هون ما أصرفش لهذاك 5 دنانير هون. فبدي يعطيني معلومات علمية جدا اللي على أساسها أني أنا أقدر أني أقرر. فكان الموضوع جميل جدا ولكن شاق جدا في نفس الوقت. وكنت أنا أمثل يعني جميع هاي المجموعة، ونقدم تقاريرنا للفايس تشيرمان والتشيرمان بتاع الموتورولا. فكنا بنحكي مع ناس يعني فوق. قدمتي إلى الأردن بناء على تشريف وطلب من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. دعينا في رم نتعرف على كواليس قدومك إلى الأردن، ماذا حدث؟ اللي حصل الحقيقة إشي يعني صدفة. اللي عرفني على جلالة الملك هو دكتور مروان المعشر، كان هو سفيرنا في الأردن في أمريكا في واشنطن عن الأردن. وقال لي، كنت أنا ذاهبة أزور الوالدة، كانت وقعت وصابة إصابات، فجئت لأزورها. فقال لي شو رأيك تروح تزوري وزارة الاتصالات؟ جميل. قلت له يا عمي إحنا وين وإنت وين، شو أروح أساوي هناك؟ قال لي بس اسمعي مني، روحي زوريها. فروحت زرتها، بيجيني ثاني يوم ايميل، جلالة الملك بده يشوفك. يا سلام. قلت انا طيب، انا يعني في حد بقول له جلالة الملك يجي ما بيجي؟ طبعا.
بس أعطوني موعد رسمي لأني ما بقدر أترك شغلي كل 5 دقائق وأجي. فبعتوا لي قالوا لي بتيجي بكرة الساعة الفلانية بتكوني موجودة في القصر. وجلالته أصر إنه إحنا نلتقي في قصره الخاص وليس في مكتبه. في بيته. في بيته. نعم. أنا بالنسبة لي لا أعرف أي شيء عن البروتوكولات. بالنسبة لنا في أمريكا من نادي الشخص باسمه الأول وبعدين منلبس العادي ولبس وهيك. فرايحة عادي يعني أمريكا. فبقول لهم فواز شو أعمل؟ قال لي خليك على طبيعتك زي ما أنت. أنا تعلمت شيء من الأمريكان. ما هو؟ ما تحكي إلا إذا حد حكى معك. ما تفتح تمك ولا تجاوب إجابات سخيفة. فجلس أنا جلس جلالة الملك وجلسنا وبلش هو كان فخور جدا في الإنجازات اللي أنشئت في ذلك الوقت في الأردن. فبدأ يتكلم عنها بفخر. أنا مستمعة. أنا عندي $1,000,000,000 بسمع لكل يوم 20 فريق بيشرحوا لي ليش ولازم أصرف وليش مش لازم أصرف وليش كذا. فجلس أسمع لجلالة الملك. فأول مشروع حكى قال لي شو رأيك؟ قلت له جلالتك أنت 5 سنين متأخر عن هذا المشروع. تحدثت لجلالة الملك بكل وضوح. بكل وضوح. ماذا كانت ردة فعله؟ كيف انبسط. بقول لي المشروع الفلاني الثاني كان شرح لي على المشروعين. المشروع الثاني قلت له متأخر 3 سنين. جميل. قال لهم جيبها دغري. أعطى الأمر جيبوها على البلد. قالوا له جلالتك ما أنت بتعرف رواتبنا وأنت كذا. قال لهم بقولكم جيبوها على البلد. أنا هذا أمر يعني مني إنه تيجي على البلد. وعينت في هذا الأمر بقرار من جلالة الملك المعظم. مش حد يقول إنه منى عينت بسبب أبوها أو أي شيء. لا، بقدراتي وبإمكانياتي وبكفاءتك أيضا. ما كان جميلا في ذلك الوقت إنه كان قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جديد. جميل. وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي يعني منفصلة كلية عن الحكومة. يرأسها رئيس الوزراء فقط. فرئيس الهيئة يتبع رئيس الوزراء ارتباط مباشر مع رئيس مباشرة. ما بمر لا على يعني مجلس وزراء ولا ما يحزنون. فسلمت مبنى فاضي 53 موظف. 53 موظف. صحيح. وقالوا لي ابني الهيئة. واشتغلت. أنا بكيف على هاي الشغلات. بحب أنشأ الأشياء. فأنشأت الهيئة اللي كانت على وقتي وليقال عنها الآن الوقت الذهبي. أول شيء بلشت فيه سألت قلت لهم هل هناك قانون يمنع التدخين في الحكومة في الدوائر الرسمية؟ ايه قالوا لي نعم. قلت لهم ممنوع حد فيكم يدخن. هذا أول قرار. أول قرار. جميل. عملنا غرفة تدخين ودخنوا فيها وكل شيء. مهم مشيت الأمور. عرفوا مين أنا. قالوا لي أنت جايبة أمريكا تحكمينا. قلت لهم لا، جايبكم تحكموا أمريكا أنتوا. فيعني كانت صعوبات كثيرة لكن كنت أنا ماسكة الزمام مظبوط. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله وفقنا جدا. وفقنا بأنه اشتركنا مع الدول العربية كثيرا. كانوا يبعثوا لي ناس يتدربوا يقولوا لي مشان الله أنتوا أكثر ناس متقدمين بدنا نبعث ناس. يقولوا لي نبعث ناس سكروا التليفون يكونوا على الطيارة طالعين. بعدين اشتركنا. عملت أنا مع طبعا زملائي اللي هي اتحاد
الهيئة تنظيم القطاع العربي، وكنا نتبادل المعلومات ونتبادل المؤتمرات وما إلى ذلك. فكان يعني وقت صعب جدا ومرهق جدا، ولكنه جميل جدا جدا جدا. كيف تقيمي أداء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم؟ هل هي تسير في الاتجاه الصحيح أم ماذا؟ لا ألومها كلها بما يجري اليوم. أصعب شيء على نفسي أنا بعد ما خرجت هو تغيير القانون. كانت أي مكان تطلع فيه في العالم في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يتبع إلى الكونغرس، يتبع إلى مجلس النواب، لا يتبع إلى الحكومة ما عدا الأردن. حطوا القانون تحت وزير الاتصالات، وهذا خطأ جدا 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 جدا. الاتصالات لها اتجاه، وهيئة الاتصالات تنفيذية. صحيح. نحن نفتقد إلى أحكام للـ AI، الـ Artificial Intelligence، نفتقد إلى الـ IoT، نفتقد إلى أشياء كثيرة اللي ما قادرين هم يقوموا فيها بسبب انشغالهم مع الوزارة. يجب فصل هدول التنتين فصل تام عن بعض، وإلا ما بمشي الوضع مش مزبوط. جلالة الملك أطال الله في عمره دائما ما يدعو إلى تمكين المرأة، وأن يكون للعنصر النسائي دور بارز في مجتمعاتنا. هل تري بأن الحكومات المتعاقبة تسير على خطى ونهج جلالة الملك ورؤى أيضا جلالة الملك بتمكين المرأة؟ نعم. جلالة الملك أنا أكبر مثل أنه مكنني، أعطاني كامل الحرية أني أشتغل، وكان لما يشكو علي يرجع كان مرات كثير يشكو علي زي ما بالبلد أنت عارفها كيف بيشكو. ماذا كان يقول لك عندما يشكو عليك؟ بيكلمني بالليل بيقول لي فلان فلاني مالك أنت وياه. بقول له سيدي الكريم إذا أنت بدك كل واحد يقول لي جلالة الملك قال لي هذا الكلام وأمشي له إياه بكون مشيت 100 رخصة في اليوم. هل هذا ما تريد؟ قال لي سوي ما ترتئي مناسبا. كان دائما لك دائما وداعم داعم داعم داعم، كان داعم بشكل فظيع يعني، وكان يوقف بيني وبين الناس اللي كانت تحاربني. يعني في أشياء مواقف كبيرة حصلت، وكان يوقف ضد وزراء يقول لهم زيحوا عن طريقة خليها تشتغل. حوربتي؟ حوربت كتير، حوربت كتير، وانت أشهد واحد في الإعلام حوربت. أنت من السيدات الفاضلات القلائل. بدي أرجع للتمكين. تمكين أنا أكبر مثل أنه تمكين المرأة من جلالة الملك. جميل. جلالة الملك من أكبر ممكني المرأة في هذا المجتمع، وأكبر مثل على تمكين المرأة هو جلالة الملكة. صحيح. هي أم وأخت وحاكمة وملكة وكل شيء، ومعطاة للرأي وكل شيء، فهو يمكنها تمكين تام. فهو لا يعني يألو جهدا في أنه بيعطي كل هاي الإمكانيات، فهو أول إنسان على رأسي من فوق يمكن المرأة. لكن المأسفة أنه لما بتيجي أنت في القوانين الموضوعة للانتخابات تتلغوص وتتلخبط، وبتصير التخبيص، وبتصير تمكين المرأة لأسباب أخرى، وبتطير أما الملك والملكة جبارين. صحيح. جبارين جبارين جبارين. معليكي أنت من السيدات الفاضلات القلائل الذين نالوا لقب معالي دون أن يتسلموا حقيبة وزارية، وهذا بكرم وإنعام من جلالة الملك. كيف ترك بك أثر نيلك لقب معالي؟ بالفخر، إحساس بالفخر الشديد، لأنه هذه يعني بتسوى وسام إنه أعطاني إياه جلالة الملك، بإنه أعطاني هذا اللقب
حتى بدون أسبابه وبدون قواعده وبدون كل هاي الأمور، كفاية إنه هو أدر، وأنا الست الوحيدة أظني اللي أعطاها هذا اللقب بسبب عملي. يقول الشاعر: لن أنسى وسأبقى أفتقده وأذكره، وسيبقى الأغلى على القلب ولا يقارن بأحد. تفضل هذا الظرف المغلق، فضلا افتح الظرف. الوالد. والدي. معالي رائف نجم، لو قدر لك اليوم ورأيت معاليه ماذا ستقولي له؟ أرجو أن تكون فخورا في، هو قدوتي وهو صديقي وهو رأس مالي وهو كل شيء عندي. كنت صديقة جدا قريبة من الوالد، وكنا نتشاور بالشغل بشكل كبير جدا، وكان ينصحني أوقات أرد عليه وأوقات ما أرد عليه، ولكنه إنسان ما شفت ببراءته إنسان، ما شفت بصدقه إنسان، وما شفت بطريقته الإسلامية وطريقته المهنية والدورية إنسان. فهذا الإنسان أنا لا أستطيع أن أوفي حقه بأي كلام من الكلمات. لو طلبت منك اليوم تسألي شخص سؤال دون ذكر اسمه، ماذا سيكون هذا السؤال؟ لماذا فعلت ذلك؟ لو طلبت منك أيضا اختيار عنوان مناسب لقصة حياتك، ماذا سيكون هذا العنوان؟ من الزوجة إلى CEO. أصعب موقف مريتي فيه مع عليك؟ محاربة الناس لي. بمن تثق اليوم؟ نفسي. ومخزن أسرارك أيضا نفسك؟ نفسي. ماذا تقول اليوم للكابتن أحمد وهو ابنك؟ نعم. ماذا تقولي له اليوم؟ أنا فخورة جدا بك، وربيتك تربية صالحة، وربيتك على الطريق السليم، وأنا أفتخر بك وأفتخر بالطريقة التي تربي فيها أولادك. فأنا فخورة جدا في ابني، جدا 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 فخورة به. الله يخلي لك إياه. أطلب من معاليك استحضار شخصية دون ذكر اسمها، كنت تودي أن توجه لها كلمات ولم تستطيعي، ماذا تقولي لها اليوم؟ أنا آسف على كل ما أذيته لك بدون قصد وبدون إمكانيات وبدون أي علم، وأنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله انتهت أيامنا على المحبة والمودة والاحترام والجمال. أطلب من معاليك أيضا فضلا ليس أمرا استحضار شخصية قريبة منك ولو كانت آخر 20 ثانية بينكم بعد عمر طويل، ماذا ستقولي لهذه الشخصية؟ أحبك. أطلب أيضا من معاليك استحضار شخصية خرجت من حياتك لأي سبب من الأسباب ولو كانت تقف أمامك اليوم، ماذا ستقولي لها؟ رحمة الله عليك، فقدت الكثير، لم ترى الكثير، زوجي توفي صغير جدا رحمه الله، وما حضر لا زواج ابنه ولا تخرج ابنه ولا شيء. فأنا أترحم عليه باستمرار، أترحم عليه كل يوم. عندما تنظري لنفسك في المرآة وتاري تلك التغيرات في هيئتك وشخصيتك وكيانك وفكرك عما كنت عليه قبل 20 أو 30 عاما، ماذا تقولي لتلك النسخة منك؟ أحبك. لأي نسخة من حياتك تحني أكثر؟ الجميع. كل مرحلة إلها؟ كل مرحلة إلها. المرحلة الأولى كانت الصغر والنشأة وهكذا، المرحلة المتوسطة والزواج والخلفة وهكذا، مرحلتي الآن أنا موكلتها لله عز وجل. أنا معظم أموري الآن، أنا إذا ما بتعرف أنا نائب الرئيس في جمعية الباركنسون. صحيح. وهذا عمل تطوعي بدون أي مقابل، وأنا أقدم وقتي وفلوسي وكل شيء للناس. معالي
منى نجم ماذا تقول لفواز الزعبي؟ أحترمه. ماذا تقولي للدكتور بشر الخصاونة؟ ما بعرفه. ماذا تقولي لمعالي أيمن الصفدي؟ برضو ما بعرفه كتير. ماذا تقولي لدولة سمير الرفاعي؟ بحترمه. وختاما ماذا تقولي لوكالة أنباء رم ومجموعة الشاهد؟ الله يعطيكم ألف عافية، أنتوا بيضتوا الوجه وأنتوا أظهرتوا جميع ما عند الإنسان، يعطيكم ألف عافية، يعطيكم ألف عافية. معالي منى نجم شكرا لك. أهلين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا مع معالي منى نجم. كنوا معنا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.